عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى آخر المستجدات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمي وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية وتشاركية، وما تم تنفيذه من برامج تدريب متنوعة على تلك التطبيقات لمختلف العاملين المنتقلين. كما تناول الاجتماع أيضا موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزارات والجهات الداخلة ضمن المراحل الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الاجتماع أيضا استعراض أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقار الجهات بالحي الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشبكات نقل البيانات داخل المباني بالحي الحكومي، فقد تم تركيب أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسية وبغرف التجميع داخل المباني.